بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة ثالثة مدني القاهرة الجديدة، تحياتي للمحاضرة رقم 12 والأخيرة، وأتمنى أن أنا أكون جمعت لكم الفاوندمنتالز بتاعة الجزء بتاع الهيدروليكس ده. في عندي حاجة مهمة جدا جدا اسمها الهيدروليك جامب. الهيدروليك جامب القفزة الهيدروليكية، والقفزة الهيدروليكية دي عملية بتحصل كتير جدا 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 في الاوبن تشانل، وخاصة بعد الجيتس والدامز والريجليتورز وكل المنشآت المائية بيحصل بعدها حاجة اسمها جامب، قفزة. القفزة ببساطة هي حركة مية من دبس منخفض إلى دبس مرتفع. ما القفزة دي معناها كده، معناها ان انا واحد بيطلع من مستوى منخفض الى مستوى مرتفع. الخروجه والقفزه دي معناها ان انا بيكون عندي حتى في البيولوجيكال في الافراد بيكون عنده طاقه كبيره، الطاقه دي مخزنها وبعد كده بينطلق يعمل جامب لاعلى. فالطاقه اللي مخزنها وعمل جامب لاعلى دي عملت يعني حركه فيها ارتفاع. فالمية لما بتنزل من عالي لمكان منخفض بيكون سطح المياه فيها منخفض، بعد كده بلاقي تالي ليها الجامب. والجامب دي هي ليها بروبرتس هندسية، يعني في عندي حاجة اسمها الدياجرام اللي قدامنا في السلايدز دي، في عندي حاجة الفرق بين او العلاقة بين الدبس والانرجي، والعلاقة بين الدبس والسبيسيفيك فورس. ففي عندي حاجه اسمها الانرجي وحاجه اسمها السبيسيفيك فورس، وكلهم ديبند اون كريتيكال نمبر اللي هي فرويد نمبر. الفرويد نمبر اتفقنا انه عند ال1 الفرويد نمبر ايكوال 1، عند الواي كريتيكال. طيب الواي اقل من الواي كريتيكال يبقى الفرويد نمبر اكبر من 1 اسمه سوبر كريتيكال، مليان طاقه، سوبر. طب الواي اكبر من الواي كريتيكال يبقى الفريود نمبر اقل من 1 اسمه سب كريتيكال، بقت الطاقه اقل، يعني السوبر تحت والسب فوق. وبناء عليه عندي لو لاحظنا هلاقي عندي الكريتيكال في كريتيكال انرجي، كريتيكال سبيسيفيك فورس. في الانرجي هلاقي الانرجي عندي بالنسبه للسب كريتيكال اللي هو الواي اقل من الواي كريتيكال اي 1 و 2 E2 اللي هي sub critical، وبناء عليه الاقي الE1 اكبر من الE2. طيب بالنسبه للسبيسيفيك فورس هلاقي ال1 وال2 متساويين كسبيسيفيك فورس، يعني في فرق بين الانرجي والسبيسيفيك فورس. الكلام ده اقدر اقول هو طبعا محطوط هنا السبيسيفيك انرجي او السبيسيفيك انجينيرنج بتاعه الهيدروليك جامب، بيقول لي اللينس اوف هيدروليك جامب is small، يعني الطول بتاعها مش كبير، تمام. وبالنسبه للهيد for the flow is uniform and pressure distribution due to hydrostatic before and after the jump، يعني الفلو يونيفورم والبريشر ديستريبيوشن الفلو يونيفورم قبل وبعد. The slope of the bed channel is very small، يعني ما فيش ميل يعتبر في المنطقة دي. وبرضو الشكل اللي قدامي ده بيوضح عملية الجامب بتحصل ازاي. Location of hydraulic jump تالية للمنشأ أو البوابة. أوكي؟ زي ما احنا شايفين هنا دام سد ونازل فيه المية من عالي لواطي، فانخفضت وبعد كده اترفعت. إيه اللي ردها بارتفاع؟ اسمه الهيدروليك جامب. أوكي؟ الهيدروليك عندي له خواص هندسية. الفريود نمبر 1 ناقص فريود نمبر 2 سوى Y كيو على J في V2 ناقص V1. وبناء على الإكويشنز دي كلها أناليسز لفريود نمبر ولوضع الهيدروليك جامب. الهيدروليك جامب in general الطول بتاعه بيساوي دلتا E equal E1 minus E2 هيدروليك لود المعادلة دي، وبناء ينتج عندي معادلات.
تخص الهيدروليك جامب، بيقول لي الطول بتاعه يساوي 6 الهايت. فلو شفنا مثال بالشكل ده زي ما احنا شايفين، مثال بيقول لي water distribution into 10 meter wide and rectangular horizontal canal from slice gate is observed to have undergone hydraulic jump. The flow depth and the velocity before the jump are 0.8 meter and 7 meter per second respectively. يعني إذا كان الجامب 0.8 متر والسرعة 7 متر بير سكند، determine the flow depth and fluid number after the jump، يعني احسب العمق المية هو fluid number after the jump بعدها، والhead losses and dispersion ratio أو نسبة التشتت، لأن المية بتكون في الأول وبيحصل لها تشتت بعد الجامب. الفريود نمبر المعادلة بتاعته V1 على جذر G في Y1 equal 7 على جذر 9.81 في 0.8 نموس. Y2 by Y1 equal half minus 1 plus جذر 1 plus 8 فريود نمبر سكوير. Y2 equal 0.9 by 2. الـ Q دي اللي هي Q by P. Y1 V1 equal Y2 V2. V2 equal Y1 V1 by Y2. Freud number 2 equal 0.468. الهيد لوسز عندي، الهيد لوسز له معادلة E1 minus E2 اللي هي Y1 plus V1 square على 2G ناقص Y1 plus V1 square على 2G. طبعا دي 2 والتانية البرامتر التاني للقوسين التانيين دول 2 والاولين 1، فبنعوض هنا ب 1 وهنا ب 2. الاحظ ان عندي بوينت الهيد لوس 0.572 متر، ده الهيد لوس. اللينس اللينس سبيسيفيك انرجي بيفور جامب، يعني نسبة التشتت بتاعتي تطلع من المعادلة اللي هي الهيد لوسز على E 0.173، دي النسبة المطلوبة. وبناء عليه أنا بس بدي فكرة عن الهيدروليك جامب، وأهم ما فيها إنها ريليتد بالفريود نمبر. الفريود نمبر عند الكريتيكال واحد، وفي عند سوبر كريتيكال الفريود نمبر أكبر من واحد، وساب كريتيكال الفريود نمبر أقل من واحد، لكن معكوسين مع عمق المية. يعني السوبر كريتيكال عمق المية أقل من الواي كريتيكال، من عمق المية الكريتيكال. طب الساب كريتيكال عمق المية أكبر من الواي كريتيكال، تمام؟ وبناء عليه لازم أخد بالي من الجزئية دي، وطبعا دي حاجة مهمة في الهيدروليكس اسمها الهيدروليك جامب. وشكراً.